فاتح شهر ذي الحجة غدا الاثنين بحسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إثر مراقبتها للهلال، وعليه فإن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 21 يوليوز الجاري بحسب الوزارة. وبمناسبة عيد الأضحى، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن الخزينة العامة للمملكة ستصرف استثنائيا أجور موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية يوم 16 يوليوز الجاري. كما جاء في العناوين، 8 أشخاص توفوا في مدينة وجدة إثر تسمم تسبب به استهلاكهم لمواد كحولية. كحول الحريق بسبب أو بحسب سلطات الأمن، أوقف شخص يشتبه في بيعه هذه المواد المضرة بالصحة. تفاصيل هذه الواقعة في روبورتاج أسامة أفقير يونس الناصري. المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة استقبل الأشخاص الذين تسمموا جراء تناول مواد كحولية. الحالات الخطيرة أدخلت إلى قسم الإنعاش في هذا المستشفى، ووجهت بعض منها إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس حيث تخضع للتنفس الاصطناعي. وزعت هذه الحالات كالآتي: 10 وفيات إلى حدود الساعة 8 صباحا من اليوم، 9 حالات خطيرة، وأربع حالات لازالت تحت المراقبة في القاعة المضادة للصدمات اللي هي الديسوكاج. جميع الحالات تم التكفل بها من طرف الطاقم الطبي والتمريضي المداوم في مصلحة المستعجلات على مدار 48 ساعة الأخيرة. باقي الحالات الشبه مستقرة تخضع للمراقبة الطبية المستمرة وتتلقى العلاجات الضرورية تحت إشراف الطاقم الطبي والتمريضي. الحالات ظهرت عليها أعراض متشابهة. الأعراض كانت متشابهة عند جميع المرضى. تبدأ بضعف في البصر أو وجع في البطن، حالة تقيؤ، ثم يظهر حالة تعرق شديد ودخول في الغيبوبة. جدير بالذكر أن جميع الوفيات خضعت للتشريح الطبي الشرعي وفقا لتعليمات النيابة العامة. وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. الطقس يواصل حارا في مناطق عدة في المملكة. موجة الحرارة التي توقعتها مديرية الأرصاد في ارتباط بظاهرة الشرقي سترتفع معها المقاييس اليوم إلى ما بين 40 و47 درجة، وغدا إلى ما بين 42 و46 درجة. هذا وتحذر المديرية في نشرة خاصة من الدرجة البرتقالية من زخات رعدية محليا قوية بمناطق الحوز، شيشاوة، شوكا أيتباها، تارودان، تيزنيت، اليوسفية، وذلك ابتداء من الثالثة من بعد زوال اليوم إلى غاية العاشرة ليلا. الجهود لتسريع حملة التلقيح تكثفت. فتحت مراكز التلقيح أيام الأحد، وسعت قاعدة الفئة المستفيدة إلى من بين 35 و39 سنة، سعيا إلى تحقيق المناعة الجماعية. في انتظار ذلك، يبقى واجبا الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتفادي التجمعات. كيف لهذه الشروط والإجراءات أن تحترم داخل المقاهي؟ النموذج من الرباط في روبورتاج بشرى رائف. تدريجيا استأنفت المقاهي والمطاعم استقبالها للزبائن في ظل شروط محددة تتعلق بالسلامة الصحية. وحيثما ارتحلت تصادفك لافتات توعوية تستحضر الوسائل الآمنة لتجنب العدوى بالفيروس، كضرورة احترام التباعد الجسدي واستعمال الكمامة واستخدام المطهرات. فإلى أي حد يتم الالتزام بهذه الإجراءات؟ تبارك الله عليهم كيديروا واحد المجهود كبير انه باش يستقبلوا الناس ديالهم هذه. وحتى حنا كان زعما كنلقاو راحنا، الحمد لله كنلقاو راحنا مع في لي ريستورون اللي كنمشيو. الاحتياط كاين والنظافه كاينه. كنشوف مثلا عند لو ريستو سا نوزا في بوكو بليزير. التدابير احترازيه حنا حريصين عليها، وكذلك كنحثوا جميع المستخدمين عندنا باش يكونوا دائما على حيطه وحذر ويعملوا بجميع التدابير بالحرف. زكريا مسير مطعم تنفس الصعداء كما العديد من أرباب المقاهي والمطاعم حين قررت الحكومة السماح لهم بتقديم خدماتهم حتى 11 ليلا، لكنه يأمل أن يتغير الوضع مع حلول فصل الصيف. الصيف يعني كيكون شويه الصاد، الجو سخون، الناس لابلي بارت يبغيو يخرجوا حتى للتسعود، يبغيو يتفوهوا مع وليداتهم ويدوروا مع التسعود. يعني غير يوصل عندك هنا المحل مع التسعود ونص او العشره، ما يمكنش تقول له ساعه او ساعه الا رب تحكم عليه انه يخرج، هو جاي انه ياخذ راحته. او موان ما غادي ينوض من لا طابل حتى 12 ونص او 12.
وعليه فأرباب المقاهي والمطاعم يراهنون على هذه الفترة للرفع من إيراداتهم واستعادة أرباح خسروها منذ بداية الوباء. من مقابل هم مطالبون بالإنزال الفعلي للإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم وسلامة زبائنهم. مع شداد الحر الشواطئ تصبح ملاذا يلجأ إليه كثيرون، ووسط الإقبال الكبير تطرح مسألة السلامة ومراقبة المصطافين. دور المسعفين داخل الشواطئ محوري لتفادي ما يمكن تفاديه من حوادث الغرق. روبورتاج حسن الحمدي. وبعدهم على الحفاري فين كاين الكورون دار شمو الكوموندو عادي الحيمودي رئيس فريق الإنقاذ بشاطئ عين دياب في تواصل مع السباحين المنقذين. حوالي مليون مصطاف يأتون في عطلة نهاية الأسبوع، رقم يتطلب المزيد من اللوجستيك والموارد البشرية لتغطية الشريط الساحلي. الناس اللي تيغرقوا هنا كنظن أنا الله أعلم حتى البحر حتى هنا كاينه شوية الجرة. كيكونوا شي شباب الله يهديهم وهذه كيجيو كيبقاو كيتنافسوا على شكون اللي يدخل ولا شكون هادي، حتى كيتغافوا على الأنظار ديال المتر ناجر وكيصدقوا غارقين. على امتداد البصر يراقبون تحركات المصطافين ويحذرون الآباء والأطفال على حد سواء. بنادم كيسحب البحر راهو البيسين كيجي كاين اللي كيصيفط ولادو كيعوموا بوحدهم، كطفل عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين كيصيفطوا الماء بوحد، كيبقى في كل حال ملي كتبان لك واحد الأم كتبكي على الطفل ديالها. حاولنا ركوب الأمواج رفقة رجال الإنقاذ لملامسة الواقع اليومي لأصحاب السترات الصفراء والحمراء. جل الغرقى من الشباب لا تقل أعمارهم عن 20 سنة، يبتعدون عن الآخرين بحثا عن المتعة. امتداد الشاطئ على مجال جغرافي شاسع يزيد من الضغط النفسي ومن الجهد البدني لرجال الإنقاذ. هنا يتم إنقاذ العشرات يوميا فقط بشاطئ عين دياب. تستعملوا اللي كانوا السوفطاج في كثره لينوي، مش كون عند لينوي بزاف، ولا في لي روبيشاج ديال لي كادابر بحال دابا شي كادابر فلوطي فوق الماء تنحاولوا نديكاجيوه بلومباركاسيون. أعينهم على الأطفال غير المرفوقين وعلى الأماكن التي تشكل خطورة على المصطافين. نصفروا حيت هنا كاين حفره وهنا كاين سطيح، كنحاولوا نبعدوا الناس على الحفره ونوقفوهم هنا في السطيح باش كيعوموا في بلاصه مزيانه باش ما يغرقوش. كاين شي تعاون ديال الوالدين ديالهم؟ واحد شويه كاينين الناس اللي كيتفاهمونا وكاينين شي وحدين ما كيتعاونوش معانا والو، كيطلقوا ولادهم وكيخليوهم كيقولوا لهم سيروا بقاو غير تعوموا. تدخلاتهم لا تقتصر فقط على الانقاذ بل تطال الجانب الانساني قبل تدخل الطبيب المتواجد بعين المكان. قدر الطبيب يتق الغريق لانه تدخل ديالو السريع كيمكنو انه يضاعف حدود ديال الانقاذ ديالو. ركوب امواج البحر قد يتحول الى كارثه انسانيه بسبب تهور البعض، وكذلك الضغط الذي تعرفه الشواطئ المتوسطية والأطلسية للمغرب، فمزيدا من الحيطة والحذر لقضاء عطلة صيفية بدون مشاكل. سجلت وزارة الصحة اليوم الأحد 1057 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 542462 حالة مؤكدة منذ بداية تفشي الفيروس شهر مارس من العام الماضي. ورصدت الوزارة في الساعات الماضية 828 حالة شفاء جديدة لتصبح الحصيلة الكلية للمتعافين 524826 حالة شفاء تام، في حين سجلت وزارة الصحة في غضون الساعات الأخيرة 9 حالات وفيات جديدة لتصبح حصيلة الوفيات 9369 حالة وفاة.